اهلا ومرحبا بكم اعزائي المستمعين في قناتنا على اليوتيوب قناه اون نيو. والنهارده هقدم لكم شرح موقع كول تكست. كول تكست ده موقع جميل جدا، بقدر من خلاله ان انا اعمل شعار او اعمل لوجو او اعمل صوره مقوله حاجات انشرها على الفيسبوك. بقدر اعمل ده كله من موقع كول تكست. كول تكست فيه شويه اشكال جميله جدا، بقدر من خلالها اعمل مقوله كويسه، اعمل صوره كويسه، احطها شعار ليا في المدونه في القناه زي ما انا عايز. هشرح لكم ازاي نقدر نعمل شعار او لوجو عن طريق الموقع ده. دي الحاجات المتاحه قدامي، الاشكال اللي انا بقدر اختار منها. نختار مثلا الشكل اللي فوق ده، بضغط عليه كليك يمين وبختار اوبن، يفتح لي في صفحه تانية. هنا بقدر احدد واحد، ادي مثلا معايا الاسم انا هختاره. طبعا الموقع بيتيح لي ان انا اكتب عربي او اكتب انجليزي اللي انا عايزه. الاسم ده مثلا كده، ومجرد ما بكتبه الموقع بيحمل بيجيب لي الاسم. بقدر من هنا ان انا اغير الخط زي ما حضراتكم شايفين، في كمية خطوط كتيرة جدا عربي وانجليزي زي ما انا عاوز بختار. نغيره كده مثلا، اتغير اهو معايا فوق. هنا بقدر احدد المقاس، اصغره مثلا، اكبره مثلا، زي ما انا عاوز. لو جينا هنا على لوجو ممكن اغير الوان فيه، لون البداية او لون النهاية او لون الخط اللي هو لون خط الحدود، الخط الاسود اللي بيتحدد ده بقدر اتحكم فيه. هنا بقدر اغير، اخلي الكلمة لفوق شوية لتحت شوية، من هنا الخط برضو. هنا لو انا بسيفها صورة بقدر ان انا اتحكم في حجم الصورة، الطول والعرض من دول. اللي تحت دي 100 اللي هي الارتفاع، و600 دي العرض. طبعا بعد ما انتهي بختار الحاجات دي كلها، بنتهي على الشكل ده مثلا النهائي اللي انا اخترته. عاوز بقى اسيف الصوره، بضغط هنا على كرييت لوجو، وبضغط هنا على تحميل صوره. طبعا لو انا في النهايه مش عاجبني الصوره، ليه انا متاح عندي ان انا اضغط على تعديل هذا الشعار، وبرجع تاني للصفحه اللي كنت فيها وبعدله، وبضغط كرييت لوجو. دلوقتي انا عايز احمل الصوره عندي على الجهاز، بضغط تحميل الصوره، يديني هنا الاختيارات دي، اختار سيف فايل واضغط اوكي، حملت معايا كده الصورة. ادخل عندي على داونلود، هلاقي الصورة زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. وكده الشرح بتاعنا خلص، ويا رب تكونوا استفدتوا منه، واضغطوا لنا سبسكرايب واشتراك عشان يوصلك كل جديد من شرحاتنا وفيديوهاتنا على قناتنا قناة اول نيو.